أهلا وسهلا بيكم مواليد برج القوس، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا يا مواليد برج القوس لتفاعلكم معايا على فيديوهات شهر يناير. لا تنسوا اللايك عشان تكونوا برضو أول برج أبدأ بيه الشهر الجديد. تفاعلكم قل معايا يا برج القوس، كنتوا دايما المركز الأول، معرفش تراجعتم ليه. تمام، إن شاء الله يكون شهر فبراير شهر سعيد عليكم وتحققوا فيه كل اللي أنتم عاوزينه، كل إيجابياتكم وأحلامكم إن شاء الله. طيب طبعا مواليد برج القوس بيبدأوا من يوم 22 نوفمبر وينتهوا 22 ديسمبر. طبعا القراءة دي تناسب للبرج الباطني عندهم القوس اللي هو باسم الأم. يعني لو أنت مش عارف تاريخ ميلادك ومجرد بس تاريخ ميلاد كده عشان تمشي الورق الرسمي، أو مجرد إثبات تاريخ ميلاد وخلاص في الورق، يبقى لو انت مش متأكد من تاريخ ميلادك ده طبعا، يبقى نستمع للبرج الباطني من اسم الأم. اللي مش عارف برجه الباطني ايه يبعت لنا على الخاص وان شاء الله بنجاوبك على يوم 20 فبراير وقت القراءات المجانية لو كسبت معانا في القرعة المجانية. طيب القراءة دي تناسب مين تاني؟ تناسب للبرج الشمسي عندهم طبعا القوس، وبتناسب ايضا الطالع القوس. البرج الطالع ده اللي هو بيكون اول برج في خريطتك الفلكية في بيتك الاول، اللي هو مكان الاي سي اللي بيتابعوا الخريطة الفلكية اكيد فاهمني. لو انت اول بيت في خريطتك الفلكية القوس وعارف ساعة ميلادك مظبوطة، يبقى طلعك القوس. تستمع لهذه القراءة تناسبك بشكل كبير، بشكل كبير كمان اكتر من الشمسي. تمام، طيب طبعا هتركز يا برج القوس الشهر ده على ايه؟ بتركز على ذاتك، على حضورك، على هتركز على نفسك، وهتبقى عندك طاقة اللي هو انا مش هاجي على نفسي عشان حد، وابقى اناني شوية بس انانية ايجابية، اللي هو اطور من نفسي، اغير من ذاتي، وتبتدي تعتزل الناس السامين من حياتك او تقرب من الناس الايجابية في حياتك. يعني هتحس ان انت الشهر ده كده طبعا الشمس في برج الدلو، فبيكون تفكيرك كله الطبيعة الهوائية طبعا تتفق مع الطبيعة النارية، فبتحس ان الشهر ده انت متفائل، ايجابي اكتر، نشيط، متحمس للتغيير، وان انت تغير من ذاتك وتطور من نفسك بشكل كبير. طبعا الكلام للجنسين بس انتوا عارفين انا بعمم بس بلغة الذكور. تمام، طيب طبعا هتركز على بيتك الاول، وهتركز الشهر ده برضو على القضايا والحقوق القانونية اللي عندك وحقوقك المالية وحقك اللي من اموال الاخرين. وبتركز كمان الفترة دي هنا على الشراكات وعلى الزواج او الارتباط، او ان انت تطور علاقة عاطفية للخطوبة او للزواج. البعض منكم ممكن يكون كاتب كتابه الشهر ده مثلا، او الشهر ده انت محدد زواجك فيه. كمان بتركز الفترة دي هنا على علاقاتك باخواتك او اخواتك الاصغر منك بالسن، او علاقاتك الاجتماعية هنا والعائلية، بيكون ليك دور أساسي في محيط العيلة والقرايب، وبالذات بتستفيد هنا من علاقاتك بالمحيط في حياتك الفترة دي. كمان بتركز الفترة دي على أنك بتدور على بيت، بتدور على شقة، بتدور أن أنت تمتلك بيت أو سيارة أو تشتري موبايل. المهم بتخطط هنا لنقل سكن، أو بتخطط هنا أن أنت تنقل من محافظة لمحافظة، أو في حركة سفر أو تنقلات بتركز عليها الشهر ده. كمان هتركز على بيتك الخاص بالمال، هتركز على وضعك المالي وتشوف مدخراتك، او تشوف الفلوس معاك الشهر ده تقدر تستثمر بيها ايه، او تقدر تعمل بيهم ايه. بتحط خطة للمال خلال هذا الشهر، وبالذات في الفترة الاخيرة من شهر 2. تمام، طيب طبعا قمر القوس هيدخل يوم 5 فبراير الفترة الصباحية والمسائية، هيبقى اليوم ده برضو في برج القوس. هنشوف ده تأثيره عليك ايه، هنشوف وجود سهم السعادة في بيت المال وبيت لبيتك الأول، هنشوف ده برضو تأثيره عليك ايه. يوم 10 فبراير هنشوف برضو تأثير زهرة الدلو عليك في العلاقات، وتأثير شمس الدلو وبعدين شمس الحوت من 18/2 عليك ايه الشهر ده برج القوس. تمام، طيب عندنا بقى الفترة اللي هي عدت طبعا بس لازم نذكرها، يعني عندنا الفترة اللي هي من 1 فبراير ل 5 فبراير صباحا. نشوف الفترة دي المفروض كانت إيجابية وسلبية معاك في إيه، تاخدها بقى من باب الإشارة أو الحذر.
الفترة دي إيجابية معاك للسفر، يعني لو بتخطط في الفترة دي اللي سافر منكم أو بيخطط لسفر داخلي أو خارجي ففترة كويسة للسفر، كمان فترة كويسة للشراكات الخارجية للاستثمار المالي بالخارج للشراكات التجارية الخارجية، كمان فترة كويسة هنا للاستيراد والتصدير من الخارج، وفترة كويسة هنا للي عندهم امتحان في ماجستير دكتوراه دراسات عليا بتفكر إن أنت تاخد كورس أو تنمي مهاراتك المهنية أو التعليمية أو بتحصل على تاخد كورس معين مثلا بيساعدك أو بتاخد كورس بتحصل من خلاله على شهادة معادلة تقدر تسافر بيها، فالفترة دي هنا بتكون إجراءاتك سهلة وميسرة في هذه الجوانب. تمام، برضو الفترة دي اللي بيسعى السفر من أجل العمل أو اللي بيسعى السفر من أجل الدراسة فبتكون الفترة دي الفرص معاك كتير، لكن اللي نحذر منه هنا الفترة دي يا برج القوس ممكن وضعك العملي شوية في شوية ضغوطات، في شوية حاجات بتنرفزك بالعمل أو شوية ضغوطات نفسية هنا بتحوطك في البيئة العملية، ممكن كمان احتمال البعض ممكن خلال أول 5 أيام دي الصبح ممكن زميل عمل يرخم عليك أو يعمل معاك أذية في شغلك أو يأذيك في حاجة تخص عملك. المهم في طاقة هنا من المنافسين في شغلك بيركزوا إن هم إزاي يضايقوك أو يخلوك في جو سلبي شوية في بيئة العمل، فحذر من هذه بس الطاقة. لكن الفترة دي إيجابية هنا للخروج من طاقات سلبية، استشفاء من أمراض روحية كحسد كسحر وغيره، أو إن أنت بقى بتخرج من قوقعتك وانعزالك وبتبقى اجتماعي أكتر الفترة دي. اللي بيسعى الإجراءات لسفر هنا لزوجة لسفر بعيد أو إن هي تجيلك فبتكون الإجراءات سهلة برضو، أو لحد من إخواتك أو حد من معارفك بتسعى له لسفر فبتبقى إجراءاته سهلة إن هو يجي عندك. كمان الفترة دي شايفاها كويسة هنا لإنك تخرج بقى من فترة اضطرابات في النوم أو أحلام مزعجة أو كوابيس، وكمان فترة هنا حلوة لتسديد ديون أو الخلاص من مشكلة قانونية بغرامة مالية بسيطة أو بتخرج من سجن. البعض الآخر ممكن يخرج هنا من مستشفى بعد فترة صراع مع المرض أو بعد فترة متاعب صحية كانت شديدة فبتخرج هنا أو بيجي لك قرار خروج من مستشفى بسبب تحسنك الصحي. تمام، طبعا قران المشتري هنا مع أورانوس في البيت الأول بيدعم كتير جدا إن أنت تكون واجهة اجتماعية أو تاخد مركز اجتماعي مرموق في شغلك أو إن أنت تسعى لشهرة أو تقدم حاجة بنفسك للآخرين بتكون مقنع وبيكون ليك إيجابية فإن الناس تستمع لك، سواء كنت مثلا لايف كوتش تنمية بشرية دكتور جامعة محامي محاضر أيا كان وظيفتك إيه، خدمة عملاء تسويق، المهم حاجة أنت بتقدمها للناس وبتلاقي فيه إقناع وقبول من الناس بالحاجة اللي انت بتقدمها. كمان الفترة دي مناسبة للدعاية والإعلان ومناسبة أيضا لتاجر برج القوس هنا إنه يلاقي أرباح من الحاجة اللي بيبيعها أو الحاجة اللي بيعرضها للناس. تمام، الفترة اللي بعد كده اللي هي من 1 فبراير مساء ل 5 فبراير مساء، طبعا هنركز على المشتري لأنه حاكم البرج بتاعك، هنشوف اتصالاته. طيب الفترة المسائية بقى اللي هي من 1 فبراير ل 5 فبراير مساء، الفترة دي هنا إيجابية معاك يا برج القوس شوية، وضعك العملي هنا بيهدى، وضعك بيرتاح، البعض منكم ممكن يجيله خبر بتثبيته في عمل لو أنت في فترة تدريب أو أن أنت بتكون في شغل بتتقدر فيه أو المشكلة اللي بتكون بتتعملك في شغلك فبتتقلب لصالحك أنت أو بيكون الأمر لصالحك. كمان الفترة دي حلوة هنا للتشافي من أمراض معدية زي الأنفلونزا، أمراض الحنجرة، أمراض تخص برضو الإصابات الرياضية، بفترة دي فترة مناعتك بتقوى أكتر وبتقاوم فيها الأمراض المعدية، في استشفاء وتحسن صحي كبير لأن احنا قلنا الفترة دي كورونا موجودة بس يعني مش بيحبوا يقولوا عنها كتير، فالفترة دي لو انت تعبان أو كنت بتعاني من تعب أو مرض معدي زي الكورونا أو غيره فبتخرج من هذه الفترة السلبية وبتتشافى. كمان الفترة دي كويسة العمليات الجراحية أو العمليات الجراحية الكبيرة أو عمليات الولادة أو أي عملية مهما كانت، فإن شاء الله بتبقى نتيجتها إيجابية. كمان في الفترة دي هنا اللي بيبحث عن عمل يخص الشؤون الفنية أو التمثيل أو الرسم أو الموسيقى ففي موهبة هنا من هذه المواهب للبعض بتشتهر أو بتبقى فترة كويسة بالنسبة لك، لو أنت مغني أو ممثل فبتشتهر أو بتحقق شهرة أو قبول من الناس في الحاجة اللي أنت بتقدمها، لكن حذاري هنا بس للمتزوجين من سوء فهم أو تدخلات عائلية من أهل الزوج تزعزع العلاقة شوية بينك وبين الزوجة. شايفة علاقتك هنا بإخواتك الأصغر منك بالسن أو علاقاتك بمحيطك العائلي بتكون في أفضل حالتها،
لكن الفترة دي بقى مساء مش حلوة هنا للدعاية والإعلان أو للسعي لشهرة. أجل شوية الفترة دي لو أنت بتطمح لذلك. كمان الفترة دي شايفة هنا علاقتك بالوالدة بتتحسن أو بتبقى أفضل، علاقتك بالحما اللي هي أم الزوجة. تمام. طيب نشوف الفترة اللي بعد كده اللي هي من 5 فبراير صباحا ل 10 فبراير صباحا. القمر هنا طبعا الفترة دي في برج القوس هيقعد يومين، يعني هيقعد يوم 5 ويمشي يوم 6 الصبح مثلا، يوم 6 فبراير صباحا. تمام. طيب ايه فايدة قمر القوس؟ هيفيدك بوضعك العملي. البعض منكم هنا ممكن تيجي له فرصة سفر، ممكن تلاقي فرصة عمل افضل، ترقية، مكافأة في شغلك، زيادة سنوية بتنزل لك، منتظر هنا حاجة او مكافأة او تقدير اكتر بعملك. بتلاقي فترة كويسة هنا لتحقيق اهدافك او طموحاتك المؤجلة، او تحقيق تنمي موهبتك، او تنمي نفسك في حرفة معينة. بتلاقي دعم هنا من اخواتك الاكبر منك بالعمر. كمان ممكن هنا في تبادلات مالية بينك وبين اخواتك بتساعدك في ان انت تطور نفسك او ان انت تعمل بيهم حاجة لنفسك. كمان فترة حلوة هنا ممكن للورث، بتحصل على حقك المالي او القانوني. فترة حلوة هنا للشراكات، فترة كويسة برضو هنا للعمليات الجراحية المزمنة. كمان الفترة دي بس نخلي بالنا من سوء فهم يحصل بينك وبين اخ اكبر ليك او زميل لك بالعمل. يعني ممكن هنا في سوء فهم او جدال او شوية مشاكل او خلافات تحصل الفترة دي بينك وبين اخ اكبر منك او اخت اكبر منك، فنحذر شوية من هذه الطاقة. طيب الفترة دي برضو يعني مش يعني الفترة دي برضو هنا ايجابية بقى للشهرة، للظهور، للمبيعات، للتسويق، لان انت تعرض حاجة بتبيعها فبتلاقي منها قبول مادي او بتلاقي دخل مادي وبتحظى بقبول من الناس لشراء الحاجة اللي انت بتقدمها. تمام. طيب الفترة دي برضو مناسبة للسفر سواء كان داخلي او كان خارجي. الفترة اللي بعد كده لا عفوا، في نقطة هنا 5 فبراير صباحا ل10 فبراير صباحا برضو مناسبة هنا للقضايا، مناسبة ان انت تحصل على ورث او حق ليك من اموال الاخرين مكتوبة ليك، فبتاخد الحق ده سواء كان ورث او حد كاتب لك مبلغ مالي مثلا ومتأخر عليك فبتاخده، معاش ليك فبتاخده، وهكذا. حق بيرجع لك وفلوس مكتوبة ليك بس من اموال، يعني مش من اموال اهلك، يعني من اموال اصدقائك، حد من قرايبك كاتب لك فلوس معينه والفلوس دي اتاخرت عليك فبتاخدها. كمان الفتره دي هنا كويسه للقضايا وكويسه هنا لان انت ترفع دعوه قضائيه او لو عليك دعوه قضائيه فبتكون هنا لصالحك. طيب الفتره اللي بعد كده اللي هي من 5 فبراير مساء ل 10 فبراير مساء، الفتره دي كويسه هنا للعلاقات، يعني هنا في كويسه للخطوبه، للزواج، فرص عاطفية جديدة لغير المرتبطين. الفترة دي برضو حذاري المتزوجين هنا من سوء خلاف أو مشكلة تحصل بين المتزوجين تتسبب في الانفصال أو تتسبب في نوع من البرود في العلاقة بين الزوجين أو انعزال كده أو شبه انفصال، يعني نحذر بس من هذه الطاقة. كمان الفترة دي هنا كويسة برضو هنا لو عايز تدخل شراكة مع إخواتك الأصغر منك بالسن، فترة مناسبة لكده، أو حد من علاقاتك المحيطة ممكن يفيدك بشراكة تدخلها معاه، بالذات من القرايب، من الجيران، من المعارف، من المحيطين بيك. تمام. طيب الفترة دي نحذر هنا البعض منكم اللي مناعته ضعيفة ممكن يصاب بمرض معدي زي الانفلونزا، كورونا، هي منتشرة بس نخلي بالنا، يعني تحرص بقى، كمامة وكحول، تعمل فحص تطمن على نفسك كده كل شوية، فخلي بالك. طيب الفترة دي كويسة هنا لإنجاب أطفال، فترة كويسة أن أنت تتصالح مع أطفالك أو أولادك، الفترة دي رائعة لبيت المال، يعني متأكدة أن الفترة دي يا بينزل لك مكافأة يا بينزل لك حاجة في فلوسك، أو بتقدر تحس أن أنت في فلوس بتاخدها الفترة دي بتساعدك أنك تدخر أو تساعدك أنك تستثمر بفلوسك في حاجة تاخدها الضعف، يعني في هنا حاجة استثمارية مثلاً. انت بتقدم مبلغ بسيط فبتاخد مقابلها ضعف، ممكن هنا بتقدم على شهادات فبتحصل بعدها على فوائد او دخل مالي زيادة. المهم في حاجة هنا ده مكسب، مقدم على حاجة قرعة بتكسبها، في حاجة هنا تخص المال، فلوس جاية لك هدية، مكافأة مالية في شغلك،
زيادة بتنزل لك في راتبك، في حاجة هنا تخص الفلوس بتساعدك جدا ان انت تستثمر او تشتري شقة او ان انت تنقل من بيت لبيت او ان انت تشتري حاجة غالية او باهظة الثمن في هذه الفترة، ذهب بقى، سيارة، شقة، المهم فترة حلوة هنا للممتلكات او ان انت تلاقي حاجة متناسبة مع مادياتك. كمان الفترة دي حلوة هنا للشهرة، للظهور، لان انت تقدم حاجة بنفسك للاخرين. برضو حلوة هنا لتجار برج القوس الفترة دي واصحاب البزنس الخاص، في ارباح ودخل مالي كويس داخل لكم الفترة دي، فترة كويسة للشراكات، فترة كويسة ايضا لامضاء عقود وان انت تاخد قرض من بنك او تأمن على حاجة عندك، تعمل لها تأمين يعني. طيب الفترة اللي بعد كده اللي هي من 10 فبراير صباحا ل 15 فبراير صباحا، طيب نشوف الفترة دي إيجابية هنا يا برج القوس للشهرة جدا، اللي بيسعى للشهرة، اللي بيسعى انه يقدم حاجة يقنع بيها الآخرين، لو انت في انترفيو فبتلاقي في قبول ان انت تشتغل عند الشركة دي او بتحظى بقبول سريع من العمل اللي انت مقدم فيه. لكن اللي بيشتغلوا بقى الموظف هنا من برج القوس يخلي باله برضو من شوية ضغوط عملية، تقلبات فجائية من العمل، ممكن انت تقرر تسيب شغل وتنقل شغل، ممكن تقرر تسيب شغل بسبب فرصة سفر، يعني في تقلبات عملية كده فجائية بتحصلك بسبب وجود بلوتو هنا عمل اتصال سلبي شوية مع المشتري، فده معناه مفاجأة سلبية او تقلب فجائي على صعيد العمل صادم وغير متوقع بالنسبة لك، فنخلي بالنا هنا. لو انت مدير برج القوس ممكن تلاقي موظف بيستفزك او موظف بتثق فيه جدا بيعمل حاجة يغزلك، فانت تتصدم في هذا الموقف يعني، ده كده كمثال. طيب الفترة دي مناسبة هنا لتنمية موهبة عندك او ان انت تحقق اهداف مؤجلة بالنسبة لك، وبتلاقي دعم مالي هنا من اخواتك او بتلاقي دعم من زمايلك او من اصدقائك الوفيين او المخلصين، ليهم دور كبير في شهرتك او ليهم دور في دعمك المالي، تمام. طيب الفترة اللي بعد كده اللي هي من 10 فبراير مساء ل 15 فبراير مساء، الفترة دي كويسة هنا للعمل، البعض منكم بيتثبت في شغل هو مقدم عليه او في عملت انترفيو فبيجي لك رد بالقبول، او بيجي لك ان انت لو انت في فترة تدريب كم شهر فبتتثبت او بتفضل في شغلك ده لفترة طويلة او بتبقى مستقر في وضعك العملي اللي لسه مبتدئ فيه حاليا، فالفترة دي فترة ثبات او امان عملي للي ما عندهمش عمل. لو انت بتدور على عمل في سفر بتلاقي سواء كان داخلي او خارجي، يعني من محافظة لمحافظة او من بلد لبلد، فترة كويسة هنا للانجاب الاطفال، فترة كويسة لتصليح علاقاتك باطفالك واولادك، اللي رفع قضية هنا برضو بتطالب بحق لاولادها او لاطفالها فبتكسبيها او بيبقى الامر هنا لصالح. كمان فترة حلوة هنا للارتباط، للفرص العاطفية الجديدة، للشراكات، للشراكات مع حد من أولادك مثلا، ممكن تدخل مع أولادك في شراكة مع بعض فبتبقى ناجحة. كمان حذاري برضو هنا للمتزوجين من طاقة خصام، طاقة هجرة أو طاقة خلافات ومشاكل تحصل بشكل مفاجئ، للأسف البعض منكم ممكن ياخد قرار انفصال أو طلاق بشكل مندفع ومتهور، لأن المشتري هنا عمل اتصال سلبي في البيت الرابع مع المريخ، فده بيفسر لنا انفصال أو طلاق مفاجئ أو انقلاب فجأة، يعني اكتشاف حاجة، يعني ممكن هنا المتزوجين يكتشفوا حاجة مع بعض فيحصل من خلالها طلب الانفصال لا سمح الله، طبعا هنا طاقة للبعض يعني، فنخلي بالنا. طيب الفترة اللي بعد كده اللي هي من 15 فبراير صباحا ل 20 فبراير صباحا، المشتري هنا عمل قران مع قمر وأورانوس الثور في بيت الأول، ده بيدعم الكاريزما والحضور عندك، بيدعم الشهرة، بيدعم ان انت ترتقي بعملك، بيدعم ان انت بتكون واجهة اجتماعية او بتكون مقنع في اي حاجة انت بتقدمها، سواء كنت بائع، مسوق، خدمة عملاء، بالذات في مجالات العمل دي بتكون ناجح فيها جدا، لو انت صاحب مطاعم، صاحب كافيهات، صاحب سوبر ماركت، صاحب مواد غذائية، بالتاجر في الأكل والشرب، حاجة تكون خاصة بهذه المجالات يعني مجالات التغذية، أو لو أنت طبيب بتشتغل في دكتور تغذية فبتبقى الفترة دي هنا ناجح في شغلك أو بتلاقي مكاسب مادية داخلالك من وراء الشغل الخاص بتاعك. كمان الفترة دي هنا نحذر برضو من الانقلاب العمل المفاجئ أو بعض الضغوط العملية أو أنك تسيب شغلك فجأة وتنقل شغل جديد، في تقلبات عملية هنا غريبة بالنسبة لك أو صادمة، أو زي ما وضحنا ممكن تلاقي موظف عندك هنا بيعمل حاجة، بينقل أسرار عمل، حاجة بالنسبة لك هنا تبقى صادمة لموظف بتثق فيه مثلا.
طيب الفترة دي برضو كويسة هنا لتنمية الأهداف والطموحات، أو تلاقي دعم من أصدقائك أو من إخواتك أو من علاقاتك بالمحب تستفيد منها في حاجة تخصك. برضو فترة حلوة للقضايا، فترة كويسة هنا للشراكات الجديدة. الفترة اللي بعد كده اللي هي من 15 فبراير مساء لعشرين فبراير مساء، الفترة دي إيجابية معاك للأطفال، علاقتك بأولادك، علاقتك بأطفالك، شراكة بتدخلها مع حد من أولادك، أو مثلا أنت وأولادك وزوجتك بتعملوا شراكة أو تدخلوا حاجة مع بعض، أو بتدعموا بعض في أن أنتوا تشتروا بيت أو تشتروا شقة. أو هنا الاحتمال أب برج القوس ممكن حد من أولادك هنا أنت بتأسس له بيت زوجية، أو حد من أولادك هنا بياخد خطوة خطوبة أو زواج أو مناسبة سعيدة هنا بتطرق على بيتك، سواء أم برج القوس أو رجل برج القوس. فترة كويسة هنا للمناسبات السعيدة لأولادك وأطفالك، أخبار حلوة تخص الحمل أو الإنجاب، ممكن هنا المتزوجين في خبر قدوم طفل جديد للعيلة أو لأسرتكم. فترة كويسة لإنجاب الأطفال، فترة كويسة هنا لو حد من أولادك تعبان أو مريض بيتحسن صحيا. كمان الفترة دي بس حذاري أيضا للمتزوجين من الانقلابات المفاجأة المستمرة. طيب الفترة اللي بعد كده اللي هي من 20 فبراير صباحا ل 25 فبراير صباحا، طيب الفترة دي هنا برضو إيجابية للشهرة، للظهور، للدعاوى الإعلان. برضو كويسة الفترة دي هنا لتحقيق الأهداف والطموحات المؤجلة، تجارة أو شراكة بينك وبين أصدقائك أو أخواتك الأكبر منك بالسن بتبقى ناجحة أو بتبقى إيجابية أو في أرباح داخلة من وراها. برضو هنا لو أنت دخلت بحاجة مع أخواتك الأصغر منك بالسن أو بتستفيد من علاقاتك بالمحيط هنا في حاجة تخصك سواء ماليا أو عمليا، بيفيدوك بحاجة، بيساعدوك في حاجة، بيقدموا لك خدمة فأنت بتستفيد منها وهكذا. لكن حذاري بس هنا طاقة العمل شوية مش محببة يا برج القوس، يعني ممكن هنا تقلبات عملية مفاجئة، ضغط عملي، بتلاقي نفسك أنت الحمل كله عليك أو الضغط عليك أنت، أو حد بيحطك في دماغه فعايز يضايقك في جو العمل أو في بيئة العمل، فخلي بالك. طيب الفترة اللي هي من 20 فبراير مساء ل 25 فبراير مساء فترة حلوة للشراكات، للقضايا، فترة كويسة هنا للسفر الداخلي أو الخارجي، فترة كويسة هنا لشراكة بينك وبين أولادك وأطفالك، علاقة بترتقي لخطوبة أو خطوبة بترتقي لزواج، اللي غير مرتبطين فرص عاطفية جديدة، احتمال هنا رجوع علاقات من الماضي بترسيم أو رجوع علاقات من الماضي اتقطعت بفترات طويلة بترجع بقوة أو بترجع بجدية. تمام الفترة اللي بعد كده بقى اللي هي 29 فبراير صباحا، برضو حذاري طاقة العمل هنا مش في ألطف حالتها، وطاقة الصحة يعني احتمال هنا البعض منكم في عندكم أمراض تخص الأعضاء الجنسية، للرجال أو النساء ممكن تكون محتاج تكشف ذكورة، أو النساء محتاجة أن هي تكشف عند طبيبة نساء، يعني شيئا من هذا القبيل، فنخلي بالنا من هذه الجوانب بالذات. تمام طيب الفترة دي هنا ممكن نحذر شوية بس من إيه؟ من بعض الضغوط العملية المفاجأة الغير محببة لنفسك. كمان الفترة دي حلوة هنا للشراكة مع أصدقاء أو زمايل بعملك أو أخ أكبر أو صديق بتثق فيه. تمام لك الفترة دي برضو كويسة هنا أن أنت تخرج من أفكار سلبية وجلد ذات ومن اكتئاب أو من جلد ذات. الفترة اللي هي 29 فبراير مساء حذاري هنا شوية يا برج القوس، من يعني نحذر هنا مدير برج القوس بالذات أو صاحب الشركات من برج القوس، يعني تخلي بالك هنا من موظفينك، فتح عينك شوية، غير نظام الإدارة، في حاجات هنا بتكتشف لك لو أنت صاحب شركات أو صاحب عمل خاص أنت بتديره بنفسك أو عندك موظفين، فخلي بالك من جو العمل هنا، في جو سام أو بتكتشف في حاجة مش مريحك كده في بيئة العمل. لو أنت موظف برضو فخلي بالك هنا في مكيدة بتتدبر لك من زميل بيغير منك، أو حد هنا حطك في دماغه عاوز يعمل فيك مشكلة عشان تسيب شغلك أو تمشي، فنخلي بالنا برضو. يعني حذاري من المكائد العملية في النصف الثاني من شهر فبراير بالعمل يا برج القوس، طاقته مش لطيفة شوية. طيب حذاري أيضا هنا لازالت طاقة المتزوجين، لازالت الخلافات مكملة أو مستمرة، حذاري برضو هنا من سوء فهم أو خلاف بينك وبين العائلة أو الأب، أو مشاكل عائلية هنا يعني بتزيد أو بتتفاقم معك.
طيب احتمال بشكل كبير هنا المتزوجين ممكن المشاكل هنا بتكون بسبب تدخلات بين العيلتين أو تدخلات من عائلة الزوجة بينك وما بينها فبتكبر المشكلة زيادة أو من عائلتك أنت. طيب الفترة دي كويسة للأطفال، كويسة لأن أنت بتطالبي حاجة هنا، رفع قضية بتطالبي حاجة بأولادك أو أطفالك أو أنت بتطالب بحق أولادك في حاجة قانونية فبتنجح، أو لو في دعوة قضائية هنا أنت رفعوها فبيبقى الأمر هنا أيضا لصالحك. ظهرت الدلو بتدعم العلاقات العاطفية معاك يا برج القوس، بتديك جاذبية وحضور أكتر وفرص عاطفية لغير المرتبطين بتكون الفترة دي مكثفة وكتير، بالذات النصف الثاني من العام. يعني أنا شايفة الشهر ده أول أسبوعين فيه حلو للعمل والمال، تاني أسبوعين أفضل للعاطفة ووضعك العاطفي والصحي مش في أفضل حالاته، لكن أول أسبوعين الوضع الصحي أفضل من تاني أسبوعين. طيب كده خلصنا. أرجو الأخذ بالتحذيرات. لا تنسوا اللايك عشان تكونوا أول برج أبدأ بيه. هندخل بقى في التارو في القراءة العاطفية، هنشوف رجل برج القوس العازب وضعه إيه في فبراير 2024. طيب رجل برج القوس العازب واضح إن في هنا في علاقة صداقة، أو أنت يعني في عندك صداقات بنات كتير، انت متردد في كذا فرصة من اصدقائك المحيطين بيك، وعندك كذا بنت انت متردد بان انت يعني معجب بيهم، فبتحاول ان انت الفترة دي تختار مين الانسب مين الاحسن لان انا اخدها لعلاقة حب، او مين اللي افضل ان انا اخدها من صداقة لحب، فبتلاقي صديقة من الاصدقاء او الصديقات دول بتحس ان هي عاوز تطور العلاقة معاها لارتباط، او عاوز تطور العلاقة معاها هنا لبداية عاطفية، لكن قلقك وخوفك من الخيانة اللي تعرضت بيها في تجربة سابقة، او ان انت مربط ومكتف بسبب خوف من الالتزام والارتباط والعلاقات، هيخليك تتردد في تحويل هذه العلاقة سريعا لارتباط، فهتخلي العلاقة في اطار الصداقة شوية الفترة دي، وبعدين تاخد قرار بان هي تكون بداية عاطفية. بس انا حاسة ان انت عليك ربط هنا من العلاقات، عشان كده انت يعني مش قادر تاخد خطوة ناحية بداية عاطفية خالص، عندك خوف قلق عدم ثقة، عندك هزة شخصية في نفسك، احتمال ربط او تعطيل معمول لك من امرأة قبل كده كنت مرتبط بيها وانفصلتم، فممكن تكون كانت عاملة لك ربط فده مأثر على علاقاتك، او ان انت تدخل من بعدها في علاقة وتفضل قاعد فاكرها كده ومربط افكارك بيها، فخلي بالك. في هنا رجل برج القوس، في امرأة هنا بتبادلك الحب، يعني هي عايزة بتحبك وانت بتحط لها حاجز يعني ورافض، وعندك اكتر من واحدة بتحاول تقرب منك خلال هذه الفترة، منهم واحدة بتيجي بتعترف لك بكلمة انها بتحبك او عندها مشاعر تجاهك، لكن للأسف انت بتحط حاجز او بتخلي العلاقة دي في اطار الصداقة، يعني انت مش عايز تطورها اكتر من كده، خايف رافض، شايف الفرص اللي بتعرض عليك الحب والارتباط دي مش متناسبة معاك، مش شايفها المستوى اللي انت عاوزه، او مش حاسس بمشاعر تجاه هذه المرأة، لكن في يعني في واحدة من الفرص الاربعة اللي حواليك دي مثلا بتبتدي تديها مجال، او بتبتدي ان انت تاخد وتدي معاها في الكلام، لكن بتحدد العلاقة في اطار الصداقة او الزمالة العملية فقط. طيب في هنا رجل برج القوس واضح ان انت مطلق، يعني انت اعزب بس مطلق، سبق ليك زواج قبل كده ومطلق بطلاق رسمي، شايفة ان انت عندك هنا يعني بتظبط ميزانياتك المادية عشان بقى تتجوز جديد او عشان تدخل تجربة زواج جديدة، فانا شايفة ان في عرض تقليدي هنا بيجي لك، ممكن انت هتقابل واحدة في بنك صدفة فهتلاقيها من فرصة مناسبة للزواج، او هي بينك وبينها تعاملات مادية او تعاملات عملية، او ممكن تكون زميلة ليك في الشغل فانت هتلاقيها فرصة تقليدية كويسة للزواج. تمام. طيب نشوف امرأة برج القوس العزباء. امرأة برج القوس العزباء وضعها ايه في فبراير 2024. امرأة برج القوس العزباء وضعها ايه في 2024 شهر فبراير. طيب في هنا
في امرأة برج القوس للأسف انت محسودة جدا، يعني انت ممكن تكوني يعني العين عليكي كتير، بتنزلي صور ليكي كتير، فبتصابي بالعين او بتصابي بالحسد. فانا شايفة الحسد ده كاسر قلبك في علاقات كتير، يعني بتدخلي كذا علاقة ما بتكملش او كذا علاقة ومش بتتم، كل ده بسبب ان انت إنسانة طيبة وروحانية، واحتمال من النوع اللي انت احتمال هنا ممكن تكوني برج القوس بس قارئة الطارو او بتقرأي الطارو، او اصلا انت عندك الحاسة السادسة محسساك ان في حسد او في حاجة غلط، لان دايما في فراق، في انفصال، في كسرة قلب. فانا شايفة ان اللي انت هتقرريه الشهر ده انك تشتغلي على نفسك وتشيلي هذه الطاقة عشان تجيبي لنفسك الحب الصح. في هنا امرأة برج القوس بشكل كبير عندك هنا علاقة انترنت، بتبتدي تعارف مع شخص بيتعرف عليكي وبتتبادلوا الرسائل سوا، دي بداية عاطفية جديدة ولكنها علاقة قدرية، يعني الشخص ده مثلا هيبقى خطيبك او هيبقى زوجك، وطريقة المعرفة صدفة كده عبر الانترنت، ممكن يكون عايش في محافظة غير محافظتك او بتتكلموا عبر الرسائل الالكترونية فقط. طيب شايفة ان في هنا امرأة برج القوس واضح ان انا شايفة ان علاقة من الماضي بترجع لك، وانت بيتعرض عليكي عمل جديد، هتشتغلي في وظيفة جديدة مثلا، ومن خلال هذه الوظيفة بتلاقي ايضا فرصة حب جديدة، فانت بتبقي مترددة هنا بين الخبرين الحلوين، بين رجوع العلاقة اللي من الماضي وبين فرصة العمل الجديدة، وبتبدأي شغل جديد وفي نفس الوقت عرض عاطفي في العمل الجديد اللي انت بتستلميه. نشوف رجل برج القوس اللي مرتبط او في علاقة حب وضعه ايه شهر فبراير. واضح ان فيه هنا رجل برج القوس مرتبط بالتزامات مادية تجاه الانسانة اللي هو مرتبط بيها، واحيانا بيضغى عليك فكرة كده انك عايز تهرب من الالتزام ومن الارتباط ومن العلاقات، يعني بتحس ان انت اللي خلاني ادبس نفسي، اللي خلاني اقول ان انا هتجوز او ارتبط، بتحسب ميزانيتك المادية، وضعك المادي شوية مقلقك ومخوفك من مستقبل هذه العلاقة، بتحوش بتجمع فلوس، ممكن تكون بتأسس مادياتك لشراء بيت او لشراء تأسيس زوجية من بيت ومستلزمات وغيره، لكن خلي بالك لان في طاقة شيطانية هنا او في طاقة حسد شديدة عليك مخلية العلاقة دي متوترة، او الشريكة هنا ممكن بتهرب منك او بتخاف منك بسبب بتتعامل معها بطريقة متقلبة ومتغيرة، فهي بتحس ان انت عايز تسيبها، عايز تخلع من الموضوع، كل ده بسبب ان انت عليك طاقة ديفل، طاقة شيطان بتخليك تتصرف معاها بنوبات غضب فجائية او بنوبات عصبية مفاجئة. في حسد شديد عليك وده مؤثر على وضعك العاطفي والمالي، فبتطلعه بقى عليها، فخلي بالك. طيب نشوف هنا رجل برج القوس اللي في ارتباط. انا شايفة هنا ان في علاقة فيها انسجام، رغم ان انت يعني انتوا شايلين من بعض شوية او بتزعلوا وترجعوا تتصالحوا تاني، ووصلت العلاقة لان انت بدأت تمل او ترفض العلاقة دي من كتر المشاكل والخناقات اللي بتحصل، لكن في تفاهم ولغة حوار بينك وبين هذه الشريكة، والعلاقة هنا بتتفقوا على زواج او بتتفقوا على خطوة بداية التزام كخطوبة وغيره. في هنا رجل برج القوس انت مرتبط بعلاقة مع صديقة، يعني انتوا كنتوا اصدقاء وبعدين العلاقة دي ارتقت لبداية عاطفية، وبتسعى الفترة دي ان انت تتكلم مع امك عن او مع الوالدة عن ان انت ترتبط بهذه المرأة، لكن في رفض او خوف من الام هنا او في حاجز هنا، يعني الام هنا بترفض او مش بتوافق بشكل كبير. الصديقة دي ممكن تكون عندها طفلة او عندها طفل، فالوالدة معترضة على وجود طفل ليها او ان هي اتجوزت قبل كده وانت عازم مثلا، ففي رفض هنا من الاهل بسبب ان هي عندها طفل. تمام. طيب نشوف امرأة برج القوس اللي في علاقة حب وضعها ايه في شهر فبراير 2024. في هنا امرأة برج القوس انت مرتبطة بشخص وبتحبيه جدا وهو كمان، لكن انا شايفة ان في طاقة جن عاشق وربط عليكي هتخلي العلاقة دي للأسف تنهار وما توصلش الحاجة، لأن في طاقة سلبية عليكي، فالعلاقة هنا دخل على مشاكل، دخل على خلافات، هتبدأ تحس أن العلاقة دي مقفولة منها كده، حاسة أن الشخص ده سجن مش عايزة ترتبطي، عايز يقولك نتخطب هتقولي له لأ أنا مش موافقة، نأجل مش عايزة، كل ده بسبب ان في طاقة سلبية عليكي بقالها سنة او اكتر متمكنة منك، بسبب يا اما حد عامل لك سحر اسود ان انت لا ترتبطي ولا تدخلي في علاقات، يا اما ده بس عاشق عليكي ومش قادرة تحسي بيه او مش قادرة تفهمي ده ايه.
اشاراته طبعا انك بتشوفي تعابين وصراصير، او بتشوفي في المنام مثلا قطه سودة، قطط، كلاب بتعضك، دي من اشارات الجن العاشق. او بتشوفي رجل في المنام عايز يغتصبك، سوري، او يعمل معاكي علاقه بشكل غريب او بشكل حد تعرفيه. طيب والحلم ده بيبقى متكرر. طيب في هنا امراه برج القوس، انت مرتبطه بشخص، العلاقه هنا ممكن تكون العلاقه دي انتهت ولسه راجعين، تمام، بسبب ان انت مش قادره تفهمي نيه الشخص ده معاكي ايه. الشخص ده ممكن يكون انت مرتبطه بحد جاي من سفر، في تواصل وبينكم على مواقع التواصل، فالشخص ده جاي لك من سفر من اجل الترسيب او من اجل ان ياخد العلاقه زواج على طول. وضعه المادي مساعده، اتعرف عليكي وعرفك فشايف ان العلاقه دي زواج على طول. في هنا امرأة برج القوس، انت مقابله توأم روحك، العلاقه هنا فيها حب متبادل بينك وبينه، في لقاء، مقابلات، الحب هنا متبادل من طرفك ومن طرفه، لكن احيانا بتتهمي الحبيب بالبخل العاطفي، او بان هو ماسك ايده شويه، او شك ان هو بخيل، فدي حاجه بتقلقك او بتخوفك، لكن بتكتشف ان انت بتظلمي الشخص ده، او ان هو مش كده، او لو هو بخيل عاطفيا هيهتم بيكي مثلا، فتبتدي نظرتك تتغير تجاهه للاحسن. وانا شايفه العلاقه دي توأم روح هنا، تمام، يعني مهما بتبعدوا بتبقوا لبعض، مهما بتبعدوا بترجعوا تاني، تتخانقوا تتصالحوا وهكذا، تمام. طيب نشوف رجل برج القوس المطلق. رجل برج القوس المطلق او المنفصل. طيب في هنا رجل برج القوس بيرجع لعلاقة، للأسف العلاقة دي كانت مع امرأة نرجسية سامة، أذتك، ألمتك، تعبتك، بس للأسف انت لسه بتراقبها، وللأسف هترجع للعلاقة دي تاني، والعلاقة دي بتلف في دايرة مغلقة، تسيبوا بعض وترجعوا، تأذيك وترجع عليها تاني. انا حاسه ان انت هنا بتحب معذبتك يعني، فانت للاسف بترجع لعلاقه مع امراه نرجسيه، لان انت من النوع اللي بتحب المعذبه بتاعتك، تمام. طيب في هنا للاسف رجل برج القوس حصل مشاكل وخلافات عائليه بينك وبين زوجتك، وللاسف ممكن تكون حاولت تهرب من طاقه المشاكل دي بالسفر، او انت مسافر، في خلافات عائليه وتدخلات عائليه حصلت، فرقت العلاقه دي بينك وبين الزوجه. وبشكل كبير هنا انا شايفه ده سحر معمول من القرايب او من حد من العيله، هو اللي خلى العلاقه يدخل فيها الشك، وصلت للخناقات للمشاكل، وللاسف العلاقه دي اتطلقتوا بسبب كده. طيب العلاقه دي رايحه على فين الشهر ده؟ هل في رجوع؟ انتوا يعني انتوا الاثنين عنيدين، لا للاسف، بصوا انتوا هنا العلاقه دي مش هترجع تاني الا لو الطاقه دي اتشالت او السحر ده اتشال، لان كلكم معندين وانت مش مرن وهي معنده ومتبعه العادات والتقاليد، يعني متبعه اهلها وانت عنيد، فالعلاقه هنا للاسف مش هترجع الا لما طاقه السحر دي تروح، لان في حنين، في حب، في اشتياق، لكن كل واحد فيكم بيكابر، كل واحد فيكم بيعاند، فلازم حد هنا يتنازل عشان الطرف الاخر يرجع، ولازم تشتغلوا على طاقه السحر دي، لان ليها دور كبير في ان العلاقه واقفه كده، تمام. رجل برج القوس المنفصل. طيب واضح ان في علاقه هنا، انت يا برج القوس احتمال تكون سبت الست دي بطريقه مؤذيه وسامه، دي علاقه حب، اتخنقتم، اختلفتم، ممكن تكون المراه دي اكتشفت انت مرتبطين، دي علاقه حب يعني، واكتشفت ان في طرف تاني، او اكتشفت ان انت على علاقه بامراه تانيه غيرها، فحصل خناق وخلاف والعلاقه دي انتهت، لكن انت بتكتشف ان ظلمت الانسانه دي او البني ادمه دي، فبتحاول ترجع علاقتك بيها او بتصلح من وضع العلاقه الشهر ده، تمام. نشوف امرأة برج القوس المطلقة او المنفصلة. امرأة برج القوس المطلقة او المنفصلة، في هنا رجوع لتوأم روح، انتوا ممكن تكونوا مطلقين يعني خلاص بمحكمة رسمي، شايفة ان انتم بتتواجهم وبتتكلموا مع بعض، وبيحصل لقاء او مقابلة، والعلاقة هنا بترجع تاني، وبتتنازل عن كبريائك وعندك، وهو كمان بيتنازل عن كبريائه وعنده، وبترجعوا لبعض تاني، لان انتم هنا توأم روح. ممكن يكون العلاقة دي اتحسدت، حد تدخل فرق بينك وما بين زوجك، لكن العلاقة هنا بترجع تاني. امرأة برج القوس شايفة ان في خلافات ومشاكل بينك وبين الزوج، وممكن يكون عندك منه اولاد واطفال، سبب الخلافات والانفصال هنا اكتشفت ان في طرف ثالث، او اكتشفت ان ليه صديقة
على علاقة عاطفية معاها وطلبت الانفصال منه بسبب هذه العلاقة، لكن الشريك هنا بيخرج الطرف الثالث وبيرجع يصالحك أو يعتذر أو يرجع علاقته معاكي تاني لأنه بيحبك وعاوزك انتي، واكتشف ان دي نزوة أو علاقة مؤقتة. امرأة برج القوس المطلقة أو المنفصلة، في هنا شفاء من طاقة سلبية كانت على امرأة برج القوس، ده بيخلي العلاقات بقى اللي كانت بعدت بترجع لك، اللي انفصل عنك ان شاء الله من سنة من كام سنة بيرجع، بتحس ان في طفرة علاقات بترجع لك. كل ده ليه؟ بسبب ان دي علامة على شفائك من الطاقات السلبية اللي كانت بتحوطك او اللي كانت مأثرة على علاقاتك العاطفية. نشوف بقى المتزوج رجل برج القوس. طيب في هنا رجل برج القوس بيعتذر او بيصلح غلط في العلاقة بينه وبين الزوجة، يعني في شوية هنا ملل او عزلة او انفصال مؤقت حصل بينك وبين الزوجة، فالعلاقة هنا بتحس ان انت المسؤول عن الانفصال ده، فبتصلح هنا او بتعتذر. ممكن لو مادياتك كويسة شوية البعض منكم ممكن يشتري هدية هنا لزوجته، سيارة او عربية هدية، البعض منكم هيلاقي ان الصلح هنا بسكة سفر او نطلع سفر مع بعض ونحتفل بمناسبة، ممكن تكون عيد ميلادها، ممكن يكون الفالنتاين مثلا. نشوف المتزوج رجل برج القوس. طيب رجل برج القوس المتزوج واضح ان في علاقة هنا بتمر يعني انتم هنا انقفلتوا من بعض بسبب اتواجهتوا كتير، اتعاتبتوا كتير، قلتوا اللي بيضايقكوا البعض، لكن الزوجة مش بتتغير او على وضعها، فانت حاسس ان انت عمل لها حظر او انت ممكن تكون وديتها بيت اهلها بسبب ان دايما تطلب منها التغيير لكن ده ما بيحصلش. فانا شايفة ان الزوجة دي هتبتدي تحس بالخوف، هتبتدي تحس بالخسارة او ان هي هتبتدي تخسرك، فده هيساعد ان هي ايه تغير من نفسها او ان هي يعني اللي ضايقتك فيه ما تعملهوش تاني. فانا شايفة ان في مواجهة هنا بينك وبين الزوجة وبيحصل رجوع بسبب احساسها بالندم او بالخسارة على الاسلوب اللي هي بتتعامل بيه معاك. في هنا متزوجين، متزوج رجل برج القوس واضح ان في يعني ممكن يكون هنا حسيت بالخيبة او الجرح بسبب تدخلات من احد من طرف الزوجة في علاقتك بالزوجة، فشايفة هنا تدخلات عائلية بتحصل او في ناس بيجوا يزوروكم، بيحصل هنا سوء فهم او خلاف بينك وبين الزوجة. البعض الاخر هنا ممكن زوجتك انت ضايقتها او جرحتها فراحت لاهلها تشتكي لك، او راحت اشتكتك لاهلك وهكذا، او راحت اشتكت اهلها منك. فانا شايفة هنا ان انت بتحط حاجز للمشاكل او للمشاكل او الخلافات وبتروح تراضيها او بتروح ان انت تصالحها وبتحل المشكلة اللي حصلت بينك وبين الزوجة. تمام. نشوف المتزوجة امرأة برج القوس. امرأة برج القوس المتزوجة، امرأة برج القوس المتزوجة وضعها ايه؟ في هنا امرأة برج القوس انتي بتحبي زوجك وهو كمان، العلاقة هنا فيها انسجام، فيها تفاهم، شايفة كمان بس ان انتي بتغير على زوجك شوية او بتشك فيه او بتغير عليه بزيادة، بتخافي لو ما قرب لكيش او لو ما اهتمش بيكي او قالك كلمتين حلوين بتشكي فيه او بتقلبيها خناقه او بتحس ان في طرف تالت، لكن هتكتشف ان انتي ظلماه والزوج هيحاول يرضيكي او يحتوي غضبك ده، وهتحسي ان الموضوع كله شكوك عندك مش اكتر. شايفه هنا امراه برج القوس متزوجه، شايفه ده عيد زواج ليكم، بتحتفلوا، الحب هنا بيزيد، بيرتقي بينك وبين الزوج اكتر، شايفه احتفال ومناسبات سعيده، ممكن زواج لاحد من ابنائكم او ممكن ده احتفال بايه بعيد زواج ليكم هذا الشهر. تمام. البعض منكم ممكن تكونوا اصلا زوجين جداد او عرسان جداد، فعندكم بقى طاقه السفر، طاقه السعاده، طاقه ان انتم فرحانين بان انتم اتجوزتوا عن حب او ان العلاقه هنا ختمت بزواج. نشوف طاقه اخرى لمتزوجه برج القوس. امراه برج القوس المتزوجه شايفه ان الزوج هنا ممكن يكون مشغول بشغله، هملك وانتي بتحبيه هو بيحبك، لكن مشكلة ان هو ساحب نفسه كده، مهمل، مش بيهتم بيك الاهتمام اللي انتي عايزاه، فشايفة ان انتي هنا يعني احتمال تهددي الزوج ده بسبب
ان هو هملك او مش مركز معاكي، فانت هتقولي له انا زهقت انا هسيب لك البيت ورايحه لاهلي. للاسف هتكبري كده المشكله، يعني في خلافات هنا او عيلتك هتهاجم هذا الزوج او هيتهموه، المشكله تكبر. يعني تدخلات الاهل هنا او مروحك للاهل ده هيزود خلافات او مشكله بينك وبين الزوج، لكن بتتحل المشكله لان في حب هنا بينك وبينه، او المشكله هنا بتهدى او في الاخر بيرد اعتبارك او بيرد كرامتك، لكن لجوءك للاهل هنا بيكبر المشكله شويه، لكن بتهدى. شايفه هنا متزوجين برج القوس في خلافات ومشاكل بينكم وبين بعض، ممكن تكون المشاكل هنا بسبب طفل، مسؤوليات طفل، ممكن تكون العلاقة أحيانا بتنهار بسبب تدخلات من أم الزوج، فده بيعمل لك مشكلة شوية أو ده اللي بيخلي العلاقة تنهار، فنخلي بالنا لأن تدخلات الأم هنا وإنت سامح لها بكده يا زوج امرأة برج القوس ده هيخلي العلاقة تنهار، أو ممكن تخلي العلاقة هنا توصل للفشل أو للنهاية بسبب إن في أم هنا مسيطرة على يعني زوج امرأة برج القوس، فده منرفزها أو مخلي العلاقة هنا يعني في طريق مش كويس. البعض منكم هنا يا امرأة برج القوس للأسف في حد عامل لك سحر تفريق بينك وبين الزوج، حد رايح دافع لحد دجال فلوس عشان يفرق بينك وبين الزوج، فانت بتحس الزوج ساعة بخيل، ساعة يهتم، ساعة لأ، ساعة تقوم حريقة، ساعة تقوم مشكلة، بتلاقي الزوج بيهرب منك، بتلاقي الزوج بيعاملك بنوع من الأذى، بيتعامل معاكي بشيء من الرسمية، بيتعامل معاكي بشيء من الهجران، ودي حاجة جرحة كرامتك وكبريائك. فالعلاقة هنا للأسف محتاجة شفاء، مجرد الشفاء ده حصل العلاقة بترجع تتماسك وتتوازن تاني. البعض منكم هيكتشف الأمر ده أو هيكتشف إن في حاجة غلط هي اللي عاملة مشكلة بينك وبين الزوج، ممكن هتلاقي حاجة من هدومك مسروقة، أو ممكن تكتشفي إن في حاجة بتتاخد منك، تمام؟ لأن ممكن تكونوا عايشين في بيت عيلة مثلا، فحد بيدخل بيتكم بياخد حاجة يجدد لك عليها، أو أنت هتلاحظي إن في سرقة بتحصل في بيتك ليها علاقة بالطاقة دي أو ليها علاقة بالسحر اللي بيتجدد أو بيتعمل ليكي ولزوجك ده، تمام؟ وبشكل كبير دي حد من العيلة من أهل الزوج كانت عاوزاه أو كانت عاوزة تاخده منك. ممكن يكون كمان أنت بتلاحظي إن هو شارد سارح، مش مركز معاكي، فكره شارد، فهتلاحظ ان دي اشارات مش كويسة او اشارات مش تمام او تغيير طرأ على الزوج فجأة مش طبيعي، فده كله بسبب حد عملكم هنا سحر من اجل التفريق، تمام؟ كده نعتبر خلصنا. شكرا يا مواليد برج القوس، شهر سعيد، لا تنسوا اللايك عشان تكونوا اول برج ابدأ بيه الشهر الجديد. مع السلامة.